اليوم عندنا الجزء الثاني من فقع البنانات. شوف انه فقناهين ذي كنا. طبعا نزلت تصويت على انستغرام وقلت لكم تريدون نسوي جزء ثاني. العدد الاكثر قالوا ايه سووا. طبعا هاي صورة اطلعكم هنا مال التصويت قبل ما تبدا بالتحدي. لا تنسوا ذيك الفقرات كانت انه اسم حيوان مو بحرف مثلا كذا، اسم نبات واسم ولد. هالمره لا، هالمره راح يكون مختلف. بس السؤال الاهم، احنا بمين راح نبدي؟ بي الله. ذاك اليوم يوسف كان اخر واحد، مش انت اول واحده ذاك اليوم؟ اي انا كنت اخر واحده. لا تدرون تدرون من اول واحد اليوم راح يبلش؟ اني. اي لان ذاك التحدي انا ما خلصت. خلاني ثاني. صح، لان يوسف كان اخر واحد صح؟ كل واحد ثلاث جولات، كل واحد الا ثلاث. اوكي احسن. خمسة، واحد، اثنين، ثلاثة. يلا يوسف، اسم سيارة بحرف السين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. اسم سيارة بحرف الراء. واحد، ثلاثة، خمسة. حرف الألف. واحد. جوزي. لاند جروز. يلا اللارا شوار. اي عزيز اللارا. لارا شوار بحرف الايه. واحد، اثنين، ثلاثة. لامبورجيني. السؤال الثاني ليوسف ما قبل الاخير. يلا ها، شنو السؤال؟ اوكي بحرف التاء. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا الجولة الأخيرة. السؤال الأخير ليوسف. لا بحرف الخاء. واحد. هسه الجولة العبودي. أول سؤال العبودي ورا لارا وخلص. سيارة. كيفك شو عندنا ثلاث أسئلة. خلي بس اسم سيارة بحرف الكاف. لارا. كار. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. لا كحية مو فيها. إيه صح والله. يلا اسم سيارة بحرف سني. يلا اسم سيارة بحرف فراري. فراري. هسه السؤال الثاني العبودي. يلا عبودي. اسم فاكهة بحرف الراء. حرف واحد. هسه الجولة الأخيرة لارا. لا
ثلاث اسئله، بدي باول سؤال. يلا لا منين راح تبدي؟ اوكي لا مني معك. يلا يلا تيار حفل مين؟ واحد اثنين ثلاثة مرسيدس. لامبورغيني. صح. السؤال الثاني لارا. يلا قبل الاخير. ها من يوسف؟ يلا اوكي فكر بحرف الميم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اسم فاكهة بحرف الهاء. واحد ها اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اسم فاكهة بحرف الياء. هسه السؤال الأخير لارا اللي هو الألوان، وتخلص جولتها لارا. يلا لون بحرف التاء. واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اسم لون بحرف الالف. واحد اثنين ثلاثة. صحيح. يلا صحيح. طبعا بكره اخر نفاخة، ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو.